بهدف إعداد العدة لقادم المنافسات، وفي أولها خوض غمار تصفيات كان 2017 في حال فشل الجزائر في نيل شرف تنظيمها. أفرج الناخب الوطني الفرنسي كريستيان غوركيف عن قائمته النهائية التي ضمت 23 لاعبا المعنية بخوض الدورة الدولية الودية بين 23 والواحد 31 مارس بالعاصمة القطرية الدوحة. القائمة التي كشفت عنها الاتحادية الجزائرية للعبة كانت غير متوقعة بالمرة، حيث أتت بسبعة وجوه جديدة بين محلية وهي حارس شباب الوزداد عسلة والمتألق مؤخرا بألوان اتحاد العاصمة بالليلي، رفقة زميله شافعي ومدافع الشبيبة بالعمري وشنيحي من مولودية العلمة، والمحترفة في صورة مهاجم ليون رشيد غزال الذي فيما يبدو جاء بمثابة عملية تبادل الأماكن مع فقير بعدما أسال الكثير من الحبر عقب احتياره أي المنتخبين سيمثل فرنسا أم الجزائر. كما ضمت القائمة التقني الفرنسي مهاجم سانغال السويسري ياني ستافير الذي كان هو الآخر مترددا في تقمص ألوان الخضر أم الانتظار لحين اتضاح الرؤية. المنطق فرض نفسه فيما يتعلق بالركائز على غرار الثلاثي في غول إبراهيم ومحرز. ذات القائمة سقط منها اسم حارس اتحاد العاصمة زمموش ومعه لاعب النادي الإفريقي جابو الذي يفسر بأنه عقاب لمهاجمة غوركيف خلال نهائيات كان 2015، بينما غيبت لعنة الإصابة كل من مهاجم دينامو زغرب سوداني ومتوسط ميدان نيوكاسل عبيد ومدافع طرابزونسبور بالكلام. أما قصحي فدفع ثمن فقدانه لمكانته الأساسية مع ناديه مات، في حين تم إعفاء الحارس الأول للخضر ملحي لابتعاده عن أجواء المنافسة مطولا. المبهم في التشكيلة هو ورود اسم زفان رغم أنه لا يلعب مطلقا في ليون، حاله حال المخضرم حلش المصاب، فهل هي بوادر معسكر فاشل حتى قبل أن يبدأ؟ معسكر لم يفهم على أي أساس تم اختياره أصلا. والسؤال الأهم، من الذي يملك صلاحية تحديد معالم التشكيلة؟